السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى في القرن 11 الهجري، ووصلنا إلى باب العصبات. والعصبة هو الذي يسمى عصبة، هو الذي إذا انفرد يأخذ المال كله، إذا انفرد يأخذ المال كله، وإن كان معه ورثة من أصحاب الفروض انتظر حتى يأخذ أصحاب الفروض نصيبهم، فإذا بقي له شيء أخذه وإلا خرج. هذا معنى العصبة، هذا معنى العصبة. يقول: اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض، وليس فيهن عصبة بنفسي إلا المعتقة، وأن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج والولد لهم. الأصل في ميراث الرجال التعصيب، يعني هو أخذ الباقي. الأصل في ميراث الرجال دائما غالبا أنه عصبة، أن يأخذ الباقي، ما لا نص ربع ثمن سدس، هذا ما يدخل الرجال، قليل. هذا في النساء، هذه الفروض المقدرة التي هي قلنا الثمن ثم الربع ثم النصف الثلث السدس ثم الثلث ثم الثلثان، هذه بالنساء. الرجال غالبا الباقي الباقي الباقي، ما له نص وثلث وربع، وهذا قليل جدا في الرجال، والنساء قليل جدا فيهن شيء اسمه تعصيب. فالتعصيب إذن غالبه في الرجال، والفرض غالبه في النساء. استثنى هنا النساء تكون عصبة في ثلاث حالات فقط، النساء ترث بالتعصيب يعني الباقي في ثلاث حالات فقط، هي أن تكون عصبة بنفسها، أن تكون عصبة بغيرها، أن تكون عصبة مع غيرها. عصبة بنفسها، عصبة بغيرها، عصبة مع غيرها. المرأة لا تكون عصبة بنفسها إلا إذا كانت معتقة فقط، لا تكون عصبة بنفسها إلا إذا كانت معتقة، إذا كانت معتقة تأخذ الباقي، تكون عصبة بنفسها. إذا اعتقت، عندها عبد اعتقته ثم مات ترثه بالتعصيب، عندها أمة اعتقتها ثم ماتت ترثها بالتعصيب. لا ترث المرأة بالتعصيب، تكون عصبة بنفسها إلا في حال العتق فقط. وتكون عصبة بغيرها، يعني غيرها يعصبها، وهو أخوها إذا كانت بنتا أو بنت ابن، إذا كانت بنتا أو بنت ابن أخوها يعصبها، وإذا كانت شقيقة أو لأب أيضا أخوها الذي بدرته يعصبها. إذن البنت وبنت الابن، البنت يعصبها الابن، والبنت وبنت الابن يعصبها ابن الابن، سواء كان اخا شقيقا لها او ابن عمها، المهم في درجتها. والاخت الشقيقه يعصبها الاخ الشقيق، والاخت لاب يعصبها الاخ لاب. فتكون هنا عصبه بالغير، اي غيرها عصبها. وتكون عصبه مع الغير، تتعصب مع غيرها، وهي الاخت مع البنت، الأخت مع البنت تتعصب بها، تكون عصبة معها. نعم. يقول هنا: اعلم أن النساء كلهن صاحبات فرض، وليس فيهن عصبة بنفسه إلا المعتقة، وأن الرجال كلهم عصبات بأنفسهم إلا الزوج ولد الأم. بالنسبة للرجال، كل الرجال الورثة الوارثون من الرجال 10، الابن وابن الابن والأب والجد والأخ، سواء كان أخ شقيق أو أخ لأب، طيب، أو أخ لأم، هؤلاء الورثة من الرجال، طيب، والعم طبعا، والزوج والعم وابن العم وابن الأخ، هؤلاء الورثة من الرجال كلهم يرثون بالتعصيب إلا الزوج. الزوج ما يرث بالتعصيب، الزوج يا نص يا ربع، ما في الزوج يأخذ الباقي، لا يرث بالتعصيب الزوج، إما نص فرق. والأخ لأم، الأخ لأم لا يرث بالتعصيب لأنه ليس عصبة، وإنما يأخذ السدس الأخ لأم فرض. فإذا الرجال كلهم يرثون بالتعصيب إلا الزوج والأخ لأم، هؤلاء يرثون بالفرض كالنساء. أما النساء كلهن يرثن الفرض إلا ثلاثة أو ثلاث حالات: المعتقة بنفسها عصبة، البنت والأخت وبنت الابن والأخت الأب بغيرها، والأخت مع البنت مع غيرها، مع أي كل واحدة تساعد الثانية.
في التعصب لا أخوها يعصبها يجرها هنا لا تتعاونان فتكون تكوناني عصبة البنت مع الأخت قال وإن الأخوات مع البنات عصبات الأخوات مع البنات عصبات هذه تسمى عصبة مع الغير عصبة مع الغير يعني صارت بنت وأخت فالبنت لها النصف والأخت تتعصب بالأخت وتأخذ النصف الباقي تأخذها بالتعصيب تأخذها بالتعصيب قال وأن البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب كل واحدة منهن مع أخيها عصبة به يعصبها يعني البنت لو منفردة تأخذ النصف مع أخوها خلاص تحول منفرد إلى عصبة للذكر مثل حظي الأنثيين بنت الإبن بروحها تأخذ النصف معها من في درجتها وهو ابن ابن يحولها من الفرض إلى التعصيب تتعصب به للذكر مثل حظ الأنثيين الأخت الشقيقة لها النصف إذا أخ شقيق معها تتعصب معه وتكون للذكر مثل حظ الأنثيين أخت لأب نفس الشيء لوحدها تأخذ النصف معها أخ لأب تتحول من الفرض يعصبها فترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين قال وأن البنات وبنات الإبن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب كل واحدة منهن مع أخيه عصبة به له مثلا ما لها تصحح في الكتاب عندكم له مثلا ما لها أي ضعف يأخذ ضعف ما لها للذكر مثل حظ الأنثيين قال وأن حكم العاصب أن يأخذ ما أبقت الفروض هذا الذي ذكرناه قبل قليل من هو العاصب هو الذي إذا انفرد يأخذ جميع المال وإذا كان معه غيره من أصحاب الفروض فإنه ينتظر حتى يأخذ أصحاب الفروض حقهم ثم يأخذ الباقي إذا بقي شيء إذا ما بقي شيء يخرج إذا ما بقي شيء يخرج نعم يعني مثلا هلك هالك عن بنت وبنت ابن بنت وبنت ابن مثلا ونفرض إخوة أشقاء بنت وبنت ابن وإخوة أو خل إخوة شقاء بنت وبنت ابن وإخوة لأم بنت وبنت ابن وإخوة لأم لا إخوة لأم ما يرثون مع البنت بنت وبنت ابن وأم وزوجة بنت وبنت ابن وأم وزوجة البنت تأخذ النصف بنت الابن السدس تكملت الثلثين الزوجة تأخذ الثمن الأم تأخذ السدس لوجود البنت الميراث خلص في عم نقول العم يرث بالتعصيب نقول لهم ايش تاخذ قال انا بعد ما ينتهون اخذ الباقي نقول ما بقي شيء خلصت التركه يلا مع السلامه يخرج ما ياخذ شيء لماذا هو عصب ياخذ الباقي ما بقي شيء واحد يقول طيب اذا الرجال ما يرثون شيء لا شيل العم حط ابن مثلا إذا الابن موجود هنا أول شيء الابن يقول حق الأخ لأم برة ويقول لبنت الابن برة طيب والأم تبقى أو الزوجة تبقى تأخذ الثمن والأم تبقى تأخذ السدس والبنت يقول لها لا ما تأخذين النص أنا وأنت نأخذ الباقي للذكر مثل حظ إذا تغيرت الوضعية لأن هو قوي العم ليس بهذه القوة بحيث أنه يخرج بنت الابن ما يستطيع يخرج بنت الابن ما يستطيع يخرج الأخ لأم لكن الابن أقوى يخرج هذا ويخرج هذا والبنت ينزلها من النص ويقول ترثين معي للذكر إذن ما يضيع حقه ما يضيع حقه بس بحسب قوته في الميراث أين هو في الميراث نعم قال رحمه الله لكن للجد والأب ثلاث حالات يرثان بالتعصيب فقط مع عدم الفرع واحد وبالفرض فقط مع ذكوريته وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته نعم الجد والأب أحيانا يرثان بالفرض وأحيانا يرثان بالتعصيب وأحيانا يرثان بالفرض والتعصيب الأب والجد أحيانا يرثان بالفرض بس فرض وأحيانا يرثان بالتعصيب فقط وأحيانا يرثان بالفرض والتعصيب طبعا ليس معنى لأن الأب موجود الجد ما يرث إذا الأب موجود الجد ما يرث لكن نقول الأب موجود أو الجد لأن الجد يأخذ حكم الأب طيب متى يرثان بالفرض إذا كان في فرع وارث ذكر إذا في فرع وارث ذكر الأب والجد يرثان بالفرض يعني
مات ميت عنده ابن وأب، الأب يأخذ السدس فرض والابن يأخذ الباقي، الابن أقوى من الأب، فهنا الأب ماذا ورث؟ بالفرض وهو السدس، والابن يأخذ الباقي. صج الأب عصبة لكن الابن عصبة إيش؟ أقوى. لو مات ميت عنده ابن وجد نفس الشيء، نقول الجد يأخذ السدس طيب فرض والابن يأخذ الباقي، لأن الابن إيش؟ أقوى من الجد، فهنا ورث بماذا؟ بالفرض فقط. كذلك لو مات ميت عنده ابن ابن وأب، ابن نفس الشيء، ابن الابن أقوى من الأب، فابن الابن يأخذ الباقي بالتعصيب والأب يأخذ السدس بالفرض، ونفس الشيء الجد. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم، إذن في هذه الحالات وهو وجود فرع وارث ذكر، الأب والجد يرثان بإيش؟ بالفرض وهو السدس، بالفرض وهو السدس. أم متى يرثان بالتعصيب؟ ما في فرع وارث، مات ميت عند أخوان وأم وزوجة وأب، واضح ولا لا؟ إخوة وأم وزوجة وأب مثلا، زين؟ أول شيء الأب يقول حق الأخوة برا يخرجهم لأنه هو أقوى منهم يحجبهم، طيب، ويقول للزوجة خذ الربع دام إنه ما في فرع وارث ما عنده عيال تأخذ الربع، ويقول للأم أنت لك السدس أو الثلث وأنا لي الباقي، وأنا لي الباقي. هنا ما ورث بالفرض، ورث ماذا؟ بالتعصيب. لماذا؟ ما في فرع وارث، فإذا ما في فرع وارث الأب هنا يرث بإيش؟ الباقي، يأخذ الباقي، يأخذ الباقي. إذا ما في فرع وارث، ما في فرع لا ذكور ولا إناث، فهنا يأخذ الباقي. نفس الشيء لو شلنا الأب وضعنا مكانه الجد لا يتغير شيء، لعدم وجود فرع وارث يرث في التعصيب فقط، يأخذ الباقي، يأخذ إيش؟ الباقي. متى يرث بالفرض وبالتعصيب؟ إذا كان هناك فرع وارث أنثى وليس ذكر، يعني مات ميت عنده بنت وأب وزوجة، يصير بنت وأب وزوجة، البنت تأخذ إيش؟ النصف، والزوجة تأخذ الثمن، والأب يأخذ السدس. بعدين يقول وإذا زاد شيء أخذه، فهنا ورث بالفرض وهو السدس لوجود الفرع الوارث وهي الأنثى، ثم إذا زاد شيء أيضا إيش؟ يأخذه بالتعصيب، يأخذه بالتعصيب. فورث بماذا؟ بالفرض والتعصيب. نفس الشيء شيل الأب وحط مكانه جد، مات ميت عنده بنت وزوجة وجد، تمام، البنت النصف، الزوجة الثمن، الجد السدس. طيب إذا زاد شيء يرد الجد ويأخذه بالتعصيب، فورث بالفرض ورث بالتعصيب. إذن الأب والجد إما أن يرثا بالتعصيب فقط إذا لم يكن هناك فرع وارث، يرثان بالفرض فقط إذا كان هناك فرع وارث ذكر، يرثان بالفرض والتعصيب إذا كان هناك فرع وارث أنثى وليس هناك فرع وارث ذكر. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. نعم. قال رحمه الله: ولا تتمشى على قواعدنا المشتركة، وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. هذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، هذه المسألة يسمونها المشركة، ويسمونها المسألة اليمية، يسمونها الحمارية، زي يسمونها المشتركة. هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. يعني لو فرضنا ميراث بهذه الطريقة، زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، كيف تكون هنا؟ كيف نوزعها؟ قلنا بنت زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، نقول الزوج ما في عيال، كم يرث من زوجته؟ النصف، إذا راح نصف التركة الآن حق الزوج، أخذ الزوج نصف التركة، ممتاز. الأم بدام في إخوة أكثر من أخ، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فالأم تأخذ إيش؟ السدس.
طيب والإخوة لأم؟ طيب وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السلس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هني أخوة لأم معناته إيش؟ لهم الثلث، يكونون شركاء في الثلث. طيب إذن الزوج خذ النصف وخرج، بقى كم؟ نصف. المسألة من ستة، زين؟ الأم خذت السدس، بقي كم؟ ثلث. الإخوة اليوم خذوا الثلث. الإخوة الأشقاء جاءوا قالوا والحين ماذا لنا؟ نحن أشقاء، نقول أنتم عصبة. الإخوة الأشقاء إيش؟ وقلنا الرجال كلهم عصبة يرثون بالتعصيب إلا الإخوة لأم، صح ولا لا؟ والزوج، الإخوة لأم والزوج هنا بالفرض، الإخوة لأم عطيناهم الثلث بالفرض والزوج عطيناه النصف بالفرض. الإخوة الأشقاء ليسوا من أهل الفروض، من أهل إيش؟ العصبات، فيأخذون الباقي. فناطرين يلا خلصوا، يلا أخذوا أخذوا أخذوا، إحنا نأخذ الباقي. فلما أخذ الزوج النصف وأخذت الأم السدس وأخذ الإخوة لأم الثلث، جاء يأخذ الباقي، ما بقى شيء، خلصت التركة راحت. إذا قلنا التركة من ستة، الزوج أخذ ثلاثة من ستة، الأم أخذت واحد من ستة، الإخوة اليوم أخذت اثنين من ستة، خلصت ولا لا؟ انتهت التركة. فيأتي الإخوة الأشقاء قال إحنا نأخذ الباقي، قال ما بقى شيء، قال يعني إيش؟ قال خلاص يعني ما نرث، لا ما ترثون، إحنا أخوانا أشقاء ما نرث، قال ما بقى شيء، أخوانا من أمه يارثون، إحنا أخوانا أشقاء ما نرث. من أقوى، الشقيق ولا لأم؟ الشقيق، أنا من أمه وأبوه. طيب فكيف أنا من أمه وأبوه ما أرثه وأخوه اللي من أمه يرثه؟ ما يصير. نقول لا، أنت لو كان الميت مات عن أخ شقيق وأخ لأم مثلا، الأخ لأم يأخذ السدس والأخ الشقيق خمسة سداس يأخذ الباقي. لكن مشكلتكم أنتم أن في أكثر من أخ لأم وفي زوج وفي أم، فأنت الأصل نعم لو كان بس أنت وياه كان تأخذ أنت ما شاء الله خمس أسداس، لكن مشكلة أن في ورثة آخرون وخذوا الفرائض كلها، أنت الأصل لك الباقي وما بقى شيء للأسف يعني. فهذه يقولون وقعت في زمن عمر، جاءته هذه المجموعة، زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فقالوا قسمها يا عمر، فقال عمر الزوج له النصف، دام ما في فرع وارث للزوج النصف. قال والأم؟ قال يوجد إخوة لأم وإخوة أشقاء، قال الأم لها السدس، إن كان له إخوة فلأمه السدس. قال والإخوة لأم؟ قال طالما أنهم أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث. قال ونحن إخوة أشقاء؟ قال لكم الباقي. قال ما بقي شيء، قال لكم الباقي، ما بقي شيء. قال لا أجد لكم شيء. عمر يقول ما لكم شيء، خلص ما بقي شيء، أنتم ترثون بالتعصيب وما بقي شيء، خلص ما بقي شيء، ليس لكم شيء. فقال أحد هؤلاء قال هب أن أمنا تزوجت حمارا، يعني ما نبيها لبو، هذا خرب علينا، اعتبرنا أخوة لأم يا أخي، اعتبرنا أخوة لأم. يقول هب أن أمنا تزوجت حمارا، وإذا يسمونها مسألة حمارية. طيب يعني ما هذا لو خرب علينا، يعني اعتبرنا أخوة لأم، إحنا أشقاء راضين، اعتبر عاملنا أخوة لأم، إحنا أيضا إحنا إخوانه من أمي، لكن نحن إخوانه إيش؟ من أمه وأبيه. مو معقولة أنا ألتصق به بأمه وأبيه وهذا يلتصق بأمه، هو يرث وأنا ما أرث، أنا أقوى منه، أنا أقرب منه. طيب قال هب أن أمنا تزوجت حمارا. فسكت عمر، فقال زيد صدقوا، زيد بن ثابت قال لعمر صدقوا، اعتبرهم لأم. فيقولنا عمر قال إذا للزوج النصف وللأم السدس، والإخوة الأشقاء والأخوة لأم يتقاسمون الثلث. واضح؟ يعني عاملهم معاملة إيش؟ إخوة لأم، عاملهم معاملة إخوة لأم. وهنا وقع الخلاف بين أهل العلم، ولذلك يقول الناظم يقول وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حازوا الثلث وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال بفرض النصب فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليمي واقسم على الإخوة ثلث التركة. فهذه المسألة المشتركة، يسمونها المسألة المشتركة، يعني عاملهم معاملة الإخوة. هذا رأي زيد رضي الله عنه، ويقول وافقه عمر وعاملهم معاملة الإخوة اليوم. وهناك من أهل العلم رفض ذلك، قال أبدا.
طالما انهم عصب يرثون بالباقي ما بقى شيء، خلاص ما لهم شيء. وهذا اختيار شيخ ابن تيمية، يقول لا يرثون، ما أعاملهم معاملة إخوة لأم، لأن هذا ليس إخوة لهم، هذا أشقاء. والصحيح أنه ليس، والمسألة خلافية كما قلت بين أهل العلم، لكن أكثر أهل العلم يورثونهم على أنهم إخوة لأم يعاملهم معاملة. وذلك قال المؤلف هنا ولا تتمشى على قواعدنا المشركة، لأن القواعد ماذا تقول؟ أن الذي يرث بالتعصيب بعد أن يأخذ أهل الفروض يأخذ الباقي، فإن لم يبقى له شيء يخرج. طيب هنا ما أخرجتوهم، رجعتوهم، يعني ذولي عصبة كيف ورثتوهم بالفرض؟ الإخوة الأشقاء شركوهم مع الإخوة لأم بالفرض، قال كيف ورثتوهم هنا على الفرض وانتم قاعدتكم تقول ماذا؟ لا يرثون، لأنهم يأخذون الباقي وما بقي شيء، خلاص ما يبقى لهم شيء، فيسمونها مستثنى. هذه المسألة مستثنى، وكما قلت مسألة خلافية بين أهل العلم، والله أعلم. نعم. ورث منهن خمسة، البنت وبنت الابن والأم والزوج والزوجة والأخت الشقيقة. وإذا اجتمع ممكن الجمع من الصنفين ورث خمسة، الأبوان والوالدان والولدان وأحد الزوجين. نعم، يعني الرجال إذا اجتمع كل الورثة من الرجال، كل الورثة من الرجال، الوارثون من الرجال 10 كما يقول، أسماؤهم معروفة مشتهرة، يلا احسبهم معي، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، كم ذولي؟ 5، وابن الأخ المدلي إليه بالأبي، فاسمع ما قال ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. إذن كم هذولي؟ 10، هؤلاء الذين يرثون 10 بس، ما في غيرهم يرث. طبعا الأخ من أي الجهات كان، أخ لأب، أخ شقيق، أخ لأم، زين، العم نفس الشيء، عم شقيق، أم لأب، ما في عم لأم، ما يرث، زين. فالمهم هؤلاء الورثة، يقول لو اجتمع كل هؤلاء، واحد مات، أبوه موجود وجده موجود وابنه موجود وابن ابنه موجود، وما في زوج طبعا، فنقول واحدة ماتت، يلا عشان نحط الزوج، ماتت امرأة، أبوها موجود وجدها موجود وابنها وابن ابنها وزوجها وعمها وابن عمها وأخوها وابن أخيها ومعتقها، واضح؟ وهي حرة، واضح؟ كلهم موجودون. قال لا يرث إلا الأب والابن والزوج بس 3. لماذا؟ الجد يسقط لوجود الأب، ابن الابن يسقط لوجود الابن، الإخوة وابن الإخوة وابناء الإخوة والأعمام وابناء الأعمام والمعتق كلهم يسقطون بوجود الابن، الابن يسقطون كلهم هؤلاء. إذا اجتمع كل الورثة من الذكور لا يرث إلا 3، هؤلاء لا يسقطون أبدا، الابن والأب والزوج، لو اجتمع كل الذكور لا يرث إلا هؤلاء 3، الابن يسقطون البقية، يسقطون البقية. أما النساء إذا اجتمعت كل النساء الوارثات، والنساء الوارثات 7 كما يقول، والوارثات من النساء 7 لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت، إذن هؤلاء الوارثات من النساء 7، إذا اجتمعنا كلهن موجودات، واحد مات، أمه موجودة وزوجته ويدته وإخته وبنت ابنه بعد وأخته الشقيقة نعم عيدهم مرة ثانية، زوجة وأم وجدة ومعتقة، نعم ومعتقة وبنت وبنت ابن وأخت، طيب كل الوارثات من النساء موجودات 7، قال لا يرث إلا الزوجة والأم والبنت وبنت الابن والأخت، هؤلاء اللاتي يرثن. ليش؟ قال لأن الأم طالما أنها موجودة الجدة ما ترث،
واضح ولا لا؟ ال 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 شو اسمه البنت ترث مع بنت الابن، بنت الابن ترث مع وجود البنت. فمن اسقطنا هنا؟ خلنا نشوفها، بنت وبنت ابن وام وزوجه واخت شقيقه. الاخت لاب، الاخت لاب تخرج، الاخت لاب تخرج ما ترث لوجود الشقيقه، وكذلك البنت، كذلك الاخت لام لا ترث مع وجود البنت، لا ترث مع وجود البنت. فهنا اسقطنا ايش؟ اسقطنا الجده والمعتقه، اسقطنا الجده والمعتقه هنا او المعتق. فاذا اجتمعت جميع الوارثات من النساء ترث هؤلاء الخمس. لو اجتمع كل الورثه رجال ونساء، خمسه فقط هم الذين يرثون، خمسه فقط لا يسقطون ابدا ويسقطون الجميع. اذا اجتمع هؤلاء الخمسه لا يرث احد غيرهم، الابن والبنت والام والاب واحد الزوجين بس. مات رجل عن ام واب وبنت وابن وزوجه بس، ما حد يرث غير هؤلاء الخمسه. ماتت امراه عن زوج وام واب وبنت وابن، ما حد يرث غير هؤلاء الخمسه. عم خال عم بنت ابن، ما يرث غير هؤلاء الخمسه فقط. اذا اجتمع هؤلاء الخمسه لا يرث غيرهم، البنت والابن والزوجه والام والاب، او البنت والابن والزوج والام والاب، هؤلاء الخمسه اذا اجتمعوا لا يرث غيرهم، ما يسقطون هؤلاء الخمسه ويسقطون الجميع، يسقط الجميع مع وجود هؤلاء الخمسه. نعم. قال رحمه الله: متى كان العاصب عما او ابن عم او ابن اخ انفرد بالارث دون اخواته. نعم، متى كان العاصب عما او ابن عم او ابن اخ انفرد بالارث دون اخواته؟ لانه لا يعصب، يعني الابن يعصب البنت، ابن الابن يعصب بنت الابن، يعصبها يخليها ترث معاه بالتعصيب، زين؟ والاخ يعصب اخته سواء اخ شقيق او اخ لاب، لكن العم ما يعصب العمه، وابن العم لا يعصب بنت العم، وابن الاخ لا يعصب بنت الاخ، فهؤلاء لا يعصبون، لا ما يساعدها معاه، لكن ابن الابن يعصب، ابن الابن يعصب بنت الابن، والابن يعصب البنت، فلكن العم لا يعصب العمه، ياخذ بروحه، لان العمه لا تتعصب به، وكذلك ابن العم لا يعصب بنت العم، ما ترث معه، وكذلك ابن الاخ لا يعصب بنت الاخ، لا ترث معه، لكن الابن يعصب البنت، ابن الابن يعصب بنت الابن، الاخ يعصب الاخت، وهكذا. نعم. ورثة ومتى عدمت العصبات من النسب ورث المولى المعتق والأنثى، ثم عصبت الذكور الأقرب فالأقرب كالنسب. نعم، إذا ما في عصبة من النسب خلاص يدخل المعتق، يدخل المعتق. لو أنا كنت عبدا فجاءني وقال لي أنت حر لوجه الله، هذا يكون معتق لي، أنا معتق صرت حرا الآن، تزوجت وتزوجت وجاءتني بنت ثم مت، من يرثني؟ زوجتي تأخذ الثمن، وابنتي تأخذ النصف، والباقي المعتق يدخل يقول ها ما عندكم أحد يأخذ؟ يقول لا والله ما عندنا أحد يأخذ، يلا عطني إياه، يأخذ الباقي بالتعصيب، يأخذ الباقي بالتعصيب بالولاء، هذا يسمى إيش؟ الولاء. لكن لو عندي ابن بدال بنت، الابن يرث في التعصيب، فزوجتي تأخذ الثمن وابني أخذ الباقي، ويقول حق المعتق ما في ولاء. لماذا؟ أنا عصبة، لأن المعتق إذا ما في عصبة يدخل، إذا في ابن عم لي كذلك المعتق ما يدخل، واضح؟ إذا في أخ شقيق أو لأب المعتق ما يدخل. إذا متى يدخل المعتق؟ إذا ما في عصبة، إذا ما في عصبة يدخل المعتق، إذا في عصبة المعتق يبتعد. واضح الصورة إن شاء الله تعالى؟ إذا المعتق يرث إذا لم يكن لمن اعتقه عصبة، فيدخل هو عصبة المعتق، إذا في عصبة خلاص المعتق يخرج. نعم. قال فإن لم يكن عملنا بالرب
نعم، إذا لم يكن عملنا بالرد، فإن لم يكن ورثنا ذوي الأرحام، يعني إن لم يكن هناك عصبة ولا معتق، طيب نعمل بالرد. ما هو الرد؟ واحد مات عند زوجته وبنته، بس زوجة وبنت، الزوجة تأخذ الثمن والبنت تأخذ النصف، صحيح؟ طيب والباقي في بقى فلوس، صحيح؟ بقى فلوس، وين تروح باقي الفلوس؟ نعطيها البنت مرة ثانية، يسمونه الرد، يسمونه الرد، يرد على البنت، ما يرد الزوجين، لا يرد عليهم، ما في رد على الزوج ولا على الزوجة، لما يرد على باقي الورثة، فيرد على البنت، يقال للبنت اخذي النص، ويقال للزوجة اخذي الثمن، طيب باقي ما خلصت المسألة، لأن لما نقول السدس والثمن يعني المسألة من ثمانية، النصف والثمن مسألة من ثمانية، البنت خذت 4 من 8 النصف، والزوجة خذت 1 من 8 الثمن، صحيح؟ بقى كم؟ 3 من 8 من يأخذهم؟ رجحهم على البنت، يسمونه رد، يسمونه إيش؟ رد. لكن لو عند ابن عم، واضح ولا لا؟ ابن عم نقول لا، ابن العم يأخذ الباقي التعصيب هنا، لكن حنا نقول هي ما في معصب، ما في معصب ولا في معتق، أحرار ما عندهم أحد معتقهم ولا شيء، نرجع الزايد للورثة، الرد يسمونه. طيب لو مات عند زوجة وأم وبنت، زوجة وأم وبنت، أو زوج مثلا زوج وأم، واحد مات عنده زوجته وأمه بس، أو عفوا واحدة ماتت موجود زوجها وأمها، زوجها ايش تاخذ؟ ايش ياخذ؟ النصف، والأم الثلث، بقى شيء؟ بقي شيء، المسألة من 6، الزوج خذ النصف 3 من 6، والأم خذت الثلث 2 من 6، بقى 1 من 6، من ياخذه؟ رد على الأم، يرد على الأم، واضح ولا لا؟ هذا يسمى الرد، هذا يسمى، سيأتي باب كامل في الرد، لكن الشاهد من هذا أنه إذا زاد الميراث ولم يكن هناك عصبة عملنا بالرد، ونجمع الورثة مرة ثانية نقول يا تعالوا الرد عليكم، في فائض، في زيادة، خذيت نصيبي، إيه في زيادة، خذ فوق نصيبك بعد، فهذا يسمى الرد، يسمى الرد، يرد على الورثة، يرد على الورثة. أما يقول إذا لم يكن هناك رد، زين ما في ورثة يرد عليهم، واحدة ماتت ما عندها إلا زوج بس زوجها وخالتها مثلا، ممكن إيه ما عندها إلا زوج وخالة بس، فهنا نقول لها أنت زوجك يأخذ النص، يبقى نص من حقه، نقول يرد، ما في ورثة أصلا يرد عليهم، ما في ورثة لا فرض ولا تعصيب، بس الزوج ما يرد، نادي الخالة ذوي الأرحام، ينادون إيش ذوي الأرحام؟ عمتك، خالتك، جدة فاسدة يعني شو اسمه، يعني غير وارثة يسمونها جدة فاسدة، طيب أم أبوك يعني أم الأب، زين تعالي نورثها، تعال نورث مثلا ابن بنت مثلا، المهم واحد يصير لها بس مو وارث، ولد خالتها، ولد عمتها، اي قريب لها غير وارث، اي قريب لها غير وارث، يسمونهم ذوي الارحام، يسمونهم ذوي الارحام، فنورثهم اذا في مال زائد وما في ورثه، في مال زائد وما في ورثه فنعطي ذوي الارحام. نعم. قال رحمه الله: باب الرد وذوي الارحام، حيث لم تستغرق القروض التركه ولا عاصي، رد الفاضل على كل ذي فرض بقدره ما عدا الزوجين، فلا يرد عليهما من حيث الزوجيه، فان لم، نعم يعني الرد، الحين بدا بالرد، وهو ان في فائض في التركه بعد ان وزعناه ما في عاصب وفي فائض عندنا، فيرد على الورثه، يرد على الورثه الذين يرثون بالفرض، ولكن لا يرد على الزوجين من حيث الزوجيه. شلون ما يرد على الزوجين من حيث الزوجيه؟ يعني اذا كان زوجها لا يرد عليه، لانه زوج لا يرد عليه، لكن زوجها ولد عمها يرث بالتعصيب، يرث هنا ايش؟ اخذ كزوج وياخذ ايش؟ كولد عم. اذا لا، لم ياخذ مره ثانيه لانه زوج، ولكن اخذ لانه ايش؟ معصب.
زوجها ولد خالتها، أخذ على أنه زوج، بعدين أخذ على أنه من ذوي الأرحام. واضح الصورة إن شاء الله تعالى؟ نعم. فهنا إذا كان بس لأنه زوجها لكن ما يصير لها لا من قرينة، ما يأخذ إلا كزوج ولا يرد عليه، إذا لا يرد من حيث الزوجية. نعم. فإن لم يكن إلا صاحب فرض أخذ الكل فرضا وردا. نعم. إذا لم يكن إلا صاحب فرض، بنت واحد مات ما عنده إلا بنت، زوجته ميتة، أمه ميتة، ما عنده أحد بس عنده بنته، تأخذ النصف فرضا وتأخذ النصف الثاني ردا، تأخذ النصف الأول فرضا. طيب بعد باقي نصف ميراثة، عنده 5 ملايين، نادينا بنتك قلنا تفضل هذا 1.5 مليون ميراثش من أبوك، لأنك ما في إلا عنده بنت واحدة. قالت 1.5 مليون ثانيين، قال شو إذا في ورا ثاني؟ ما في ورا ثاني، يلا هات إياهم ردا. فتأخذ النصف فرضا وتأخذ النصف الثاني إيش؟ ردا، يعني يعاد إليها مرة ثانية. نعم. لكن إذا عنده ولد عم لو بعيد يدخل يأخذ التعصيب، واضح؟ لو عنده مثلا أخ شقيق يأخذ، أخ لأب يأخذ، لكن حنا نقول ما عنده إلا بنت، فهنا يعني واحد كافر دخل الإسلام أسلم وتزوج ويتلى بنت وماتت زوجته، أو حتى لو زوجته ميت موجودة، واضح ولا لا؟ ومات، فهنا ما يرثون الكفار وما يصير لأحد من المسلمين، فزوجته تأخذ الثمن إذا كانت موجودة، والبنت تأخذ النصف، ثم البنت تأخذ الباقي ردا. إذا الزوجة أيضا مو موجودة، البنت تأخذ النصف فرضا وتأخذ النصف الثاني إيش؟ ردا. نعم. وإن كان جماعة من جنس كالبنات فأعطهم بالسوية. نعم. مات عنده 4 بنات، 4 بنات لهن الثلثان، 4 بنات لهن الثلثان، قالوا والباقي باقي ثلث وين يروح؟ قال هم رجع قسم عليهم بالسوية، قسم عليهن بالسوية. لماذا؟ رد، يعني أخذنا الثلثين فرضا وأخذنا الثلث الباقي إيش؟ ردا. أخذنا الثلثين فرضا وأخذنا الثلث الباقي ردا. نعم. فإن اختلف جنسهم فخذ عدد سهامهم من أصل 6 دائرة. نعم. إذا يعني اختلفت الجنس، الآن مو بس بنات، بنت وأم، اختلف الجنس الآن، بنت وأخ لأم، اختلف الجنس كلهم يرد عليهم. طيب فهنا ماذا يفعل؟ فيقول لا، دائما تسوي توحيد المقام، ودائما من 6، دائما مقام من 6. ليش؟ قال لأن الفروض معروفة 6، تذكرونها؟ اللي شنو قلنا؟ نصف، ربع، ثمن، ثلثان، ثلث، سدس، صح ولا لا؟ طيب الزوج والزوجة هل يرد عليهما؟ لا يرد عليهما. إذا نشيل الثمن، لأن الثمن خاص بالزوجين، وشيل الربع، الربع خاص بالزوجين، صح ولا لا؟ في أحد يرث ربع غير الزوجين؟ لا. في أحد يرث ثمن غير الزوجين؟ لا. إذا شيل الربع لأنه ما يرد عليهم، إذا شيل الربع شيل الثمن، بقي إيش؟ النصف والثلثان والثلث والسدس، صح ولا لا؟ طيب النصف 6 تقسم على 2، تقسم على 2. السدس 6 تقسم على 6، تقسم 1. الثلثان تقسم، تقسم. الثلث تقسم. إذا يمكن يصير المقام 6 حق الجميع، ممكن، ممكن يصير المقام 6 للجميع، وذاك قال لازم 6، دائما 6، أقل شيء يعني، أقل شيء 6 وأكثر شيء 6، ما يتعدى 6. لماذا؟ لأن 6 تقسم على الجميع اللي يرد عليهم، لأنه يرد على أصحاب الثلثين، الثلثان 2 من 3، 2 من 3 تصير 6، تصير 4 من 6، صح ولا لا؟ وتقسم على الثلث، تقسم على السدس، تقسم على النصف، فإذا دائما إيش؟ 6. ولذا قال إن اختلف جنسهم، جنسهم فخذ عدد سهام من أصل 6 دائما، من أصل 6، لأن 6 تقسم على الجميع، لأنه لا عندنا ثمن ولا عندنا ربع، لأن 6 ما تقسم على الثمن ولا على الربع، لكن تقسم على النصف وعلى الثلث وعلى الثلثين وعلى السدس، فلذلك دائما من 6 المسألة. نعم. فجدة وأخ لأم تصح من 2. نعم، لأن نصيب كل منهم السدس، واحد مات
ما عنده لجدته واخوه من امه يصير؟ يصير، شو المانع؟ وين امك توفت؟ وين زوجتك؟ ما عندي زوجة، ما تزوجت. وين اخوانك؟ ما عندي اخوان، عندي بس اخو من امي. اخوانك ما عندي اخوان، بس عندي اخو من امي. امي كانت متزوجة واحد ثاني، زين؟ وهذا اخوي من امي. ما عندي اخوان لا ما عندي اخوان اشقاء. ولا اخوان لاب، ما عندي اخوان لاب. وين ابوك مات؟ وين امك ماتت؟ وين زوجتك ما تزوجت؟ ايش عندك؟ عندي جدة وعندي اخ لام. في مشكلة؟ اسالكم. ما في مشكلة، ممكن. طيب؟ اذا مات ميت عن جدة واخ لام. جدة، الجدة ماذا نصيبها؟ سدس. والاخ لام؟ ايضا سدس. واضح ولا لا؟ الجدة سدس والاخ لام سدس. طيب، اعطينا الجدة السدس واعطينا الاخ لام السدس. المسألة من كم؟ من ستة. هذا بقى كم؟ أربع أسداس. وين تروح؟ من يأخذ هالأربع أسداس؟ نقول إذا كان في عصبة يأخذ الباقي، إذا كان عنده أخ شقيق مثلا يأخذ الباقي، إذا كان عنده عم يأخذ الباقي، ابن عم يأخذ. واضح ولا لا؟ إذا في عصبة يأخذ الباقي، ما عندنا مشكلة. لكن هو يقول لا، ما في مقطوع، ما عنده عصبة، ما عنده إلا جدة وأخ لأم. نقول إذا المسألة من ستة، أخ لأم يأخذ ثلاثة من ستة، والجدة تأخذ ثلاثة من ستة، وخلصنا. أعدنا التقسيم، واضح؟ نعيد التقسيم ونعطي الجدة ثلاثة من ستة ونعطي الأخ لأم ثلاثة. رد، هذا يسمونه إيش؟ الرد. نعم. قال وأخ لأم من ثلاثة. نعم، إذا واحد مات عنده أم وأخ لأم، أم وأخ لأم، الأم كم ترث؟ الثلث. والأخ لأم يرث السدس. قسمها على ستة، قسمناها على ستة. ثلث الستة كم؟ اثنين. وسدس الستة واحد. هو أخذ واحد وهي أخذت اثنين، بقى كم؟ بقى ثلاثة. وين تروح؟ عطها اثنين وعطى واحد، مثل ميراثها. واضح ولا لا؟ فتصير هي تأخذ أربعة من ستة، هو يأخذ اثنين من ستة. هذا هو إيش؟ هذا هو الرد. نعم. قال وأم وبنت من أربعة. كذلك الأم والبنت من أربعة، لأن الأم مع البنت تأخذ إيش؟ السدس، والبنت تأخذ النصف. طيب، فتجعل المسألة من أربعة، طيب، وتعطي الأم ربع، فزادت من السدس إلى الربع، والبنت تعطيه ثلاثة أرباع. نعم. وأم وبنتان من خمسة. كذلك، لأن البنتين يأخذان الثلثين، والأم تأخذ السدس. طيب، فثلثين وسدس بقى واحد. سوي المسألة من ستة وعطي الأم السدس وعطي البنتين اللي هم شو اسمه، ترجع لهم الخمسة، تصير البنتين يأخذان الخمسة. نعم. ولا يعني تخلي المسألة من خمسة، بحيث يأخذ أربع أرباع، أربع خماس، والأم تأخذ إيش؟ الخمس. زدت الأم وزدت البنات. نعم. ولا تزيد عليها، لأنها لو زادت سدس آخر لاستغرقت الفروض. نعم. وإن كان هناك أحد الزوجين فأعمل مسألة الرد ثم مسألة الزوجية ثم تقسم ما فضل عن فرض الزوجية على مسألة الرد، فإن انقسم صحت مسألة الرد من مسألة الزوجية. أي نعم، يعني إذا صارت في زوج هنا في رد، أول شيء إما تعطي الزوج حقه وتقول له يلا مع السلامة روح أنت الآن، الحين هذول لهم فرض ولهم رد. واضح ولا لا؟ قسم من جديد ما بقي على الذي مضى اللي هو من ستة أسهم، أو سوها من البداية من ستة أسهم بس الزوج لا تتحرش فيه، لأن الزوج لا يدخل فيه الرد لا في النقص ولا في الزيادة، لأن ليس من أهل الرد الزوج. وكذلك الأمر بالنسبة للزوجة. نعم. وإلا فضل المسألة الرد في مسألة الزوجية، ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية، فزوج وجدة وأخ لأم مثلا فضل مسألة الرد وهي اثنان في مسألة الزوج وهي اثنان فتصح من أربعة، وهكذا. نعم، يعني زوج وجدة وأخ لأم. إحنا مو قلنا تو جدة ولأخ لأم إيش سوينا فيها؟ جدة وأخ لأم إيش سوينا؟ مو قلنا سدس سدس
وبعدين سويناها من ستة عطينا ثلاث ثلاثة، الحين معاهم زوج، يعني زوج وأخ لأم وجدة دخل معاهم طرف ثالث الآن. فتسوي المسألة الآن الزوج له النصف، صح ولا لا؟ الزوج له النصف وأخ لأم، وقلنا كل المسائل تعود إلى ستة، صحيح؟ تعود إلى ستة. فتسوي المسألة من أربعة هنا أول شيء عشان تخرج الزوج، الزوج كم له؟ النصف. فتقسم التركة أربعة أرباع، أربعة أرباع، فتعطي الزوج ربعين وهو النصف، وتعطي الجدة لأنهم أصلا في التساوي أخذان، فتعطي ربع بربع. وضحت؟ نعم. كذلك بدال زوج حط زوجة، نفس الشيء، دام زوجة وجدة وأخ لأم المسألة تصير من ثمانية، تصير من ثمانية، تعطي الزوجة اثنين من ثمانية اللي هو الربع لأنه ما عنده عيال، تعطيها الربع اللي هو اثنين من ثمانية، يبقى كم؟ ستة من ثمانية، ثلاثة للزوج، ثلاثة للجدة، وثلاثة للأخ اليوم، لأنه يرد عليهم، يأخذون نصيبهم ويأخذون الرد. نعم. طيب نقف هنا عند ذوي الأرحام، والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك نبينا محمد. في أسئلة؟ نعم. هذا غير الورثة، هؤلاء من غير الورثة، إذا حضر القسمة أثناء تقسيم المال، وناس من غير الورثة مثلا ابن الخالة، الخالة، العمة، أولو قرب لكن ليسوا ورثة، فيعطون من باب جبر الخواطر، جبر خواطر. لا لا، أثناء التقسيم، أثناء التقسيم يعطون شيئا، يعطون شيئا من الميراث. هنا ده ايش؟ يقول انه الميراث ده حق. حق؟ وليس ما الفرق بين الحق والواجب؟ لا لا، غير صحيح. الميراث يعني الله تبارك وتعالى تكفل بتوزيعه، ولذلك هذه اكثر مسائل الميراث مسائل مجمع عليها. فالدعوة الان التي تثار ان الذكر والانثى سواء في الميراث، هذا دعوة باطلة، وهذا كفر بالله تبارك وتعالى الذي يقول إن المرأة والذكر يرثان سواء، والله تبارك وتعالى يقول للذكر مثل حظ الأنثيين إذا كان في درجة واحدة، الذكر والأنثى إذا كان في درجة واحدة فالأصل للذكر مثل حظ الأنثى، إلا في مسائل قليلة كالأم والأب في العمرية، الأم والأب اللي هي ثلث الباقي، ما يسمى بثلث الباقي، هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الأصل كما قال الله تبارك وتعالى فللذكر مثل حظ الأنثيين، فلا لا يجوز، لا يجوز إعطاء الذكر مثل الأنثى، هذا يعني رد لكتاب الله تبارك وتعالى وطعن به، هذه من كبائر الذنوب قد تصل إلى الكفر في الإنسان إذا علم ثم أصر على ذلك، هذه مخالفة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لا يجوز أبدا. هنا يوزعونه بالطريقة الشرعية، وإن كانوا في بلاد غير إسلامية يجتمعون ويوزعونه بالطريقة الإسلامية، بالطريقة الصحيحة إذا كانوا مسلمين. إيه؟ إذا كانوا مسلمين يجب أن يوزع بالشريعة، ما لنا شغل بالحكومات. من يقوم بهذا؟ أي أحد، أي أحد، إمام المسجد، طالب علم، واحد من الأسرة، أي واحد، يتصلون بأحد ممن يحسن هذا الموضوع، يقول مات ميتنا، فيسألهم ماذا ترك من الورثة، تركك فلان وفلان، يعني زوج وأم أخ أخت هكذا، يقسمها لهم، ما يجوز لهم أن يتحاكموا، لأن هناك يعطون الزوجة فقط يعني أو الأبناء، يعني ما عندهم شيء للأم، ما عندهم شيء للجدة، ما عندهم شيء لهذا، هذا باطل، لا يتحاكم إليهم، لا يجوز، لا بد أن يتحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى. الدول اللي ما تحكم الشريعة بتساوي بين الرجل والمرأة. إيه نعم. كلمة فضل حق المرأة إنه حتى لو قسموا شارك الشيخ إنه ترد تحاول إن هي فضل تحكم شرع الله. إيه طبعا طبعا طبعا، لو أعطي الورثة ما لا حق لهم به يجب عليهم أن يعيدوه، يجب عليهم أن يعيدوه للورثة، يعني مثال بالكويت عندنا، مثال أكثر دول الإسلامية الآن والعربية يعطون اللي هو ميراث الوصية الواجبة، والصحيح إنه ليس لهم شيء، ما في شيء اسمه الوصية الواجبة، فلو أعطوهم يجب عليهم أن يعيدوه للورثة الحقيقيين،
وهم الأبناء المباشرين. ما في شيء اسمه وصية واجبة، هذا كلام باطل. وصية كتبها وأعطاه من الميراث ولم يعطي إخوات جده. من الذي أعطاه؟ الأب الرابع. كل واحد أعطاه باختياره. نحن نتكلم نقول بعد وفاته، أما إذا في حياته ما في مشكلة، فلوسه يتصرف فيها كيف شاء، أو يكتب وصية، هو ينبغي له أن يكتب لهم وصية، لكن نحن نتكلم إذا لم يكتب لهم وصية يقول نعتبره وصى، غير صحيح هذا الكلام. نعتبره وصى، هو ما وصى.